السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زياد هادي الأستاذ آلة العود والنظريات في معهد الدراسات الموسيقية العراقي في بغداد. أشكركم طبعا في البداية، دائما أن أشكركم في أي فيديو لمشاركتكم الفيديوهات في السوشيال ميديا، وأيضا أشكركم لتعليقاتكم وطروحاتكم الجميلة اللي هي دائما تحفزني أنه أقدم أشياء. عندكم أسئلة كثيرة، كان من ضمنها مقام الفرح فزة، اللحظة الآن بالورقة أمامكم، فرح فزة اللحظة الورقة أمامكم، هذا بخط الشريف محي الدين حيدر، واللي هو دائما يؤكد على أنه مقام فرح فزة هو مقام مستقل بحد ذاته، لكن نحن نعرفه دائما بالموسيقى العربية أنه هو المقام، هذا المقام اللي معروف دائما هو الاسم القديم لنهاوند مصور على الصول، يعني نهاوند الصول هو يسمونه فرح فزة. الشريف محي الدين حيدر هذا الأستاذ الكبير اللي أسس معهد فنون الجميلة في بغداد، واللي قسم الموسيقى واحد عازفي آلة العود وتشيلو تركي طبعا، واللي أسس قسم موسيقى في عام 1938 في بغداد، ومن طلابه جميل بشير ومنير بشير. عنده رأي آخر، هو طبعا الدليل أمامكم سي بيمول مي بيمول، يبدي من الصول، الآن أمامكم بآلة العود يبدي من الصول، صول هذا صول، بعد الصول هذا صول، بعد الصول شي يجي بالعود يجي لا، ثم بعد اللا شي يجي عندكم، لأن هو مطيك سي بيمول مي بيمول، فعندك السي بيمول هذا اسمع أول على سي الرابع المطلق، أوكي مي بيمول سي بيمول مي بيمول مي بيمول مي بيمول فا صول بالنسبة للسلم، هذا سلم فرح فزة واللي بيه أجناس كثيرة أمامكم. نلاحظ الورقة مرة ثانية، شوف نلاحظ أن الجنس الأول هو نهاوند على درجة اليقا، وجنس الكرد أيضا على درجة الدوغا يعني الري، والأسفل جنس عجم على درجة العجم أوشيران اللي هي سي عجم أوشيران، وعندكم التسميات العربية أيضا على هذا السلم تلاحظوا أمامكم. هذا هو أصدقائي سلم فرح فزة، ودائما أؤكد عليكم أنه صندوق الوصف موجود به كل شيء، وتلاحظون به الأمثلة اللي على هذا المقام. أتمنى أنه استفادتوا من هذا الفيديو، ولا تنسون الإعجاب والاشتراك، وأن يشاركون الفيديوهات في أكثر من مكان. تحياتي لكم، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.